متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى كذلك يا ربي يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء هذا يا ربي. اليوم معايا ومتواجد واحد الشخص اللي مكافح كيف ما كنقولوا، غنحاول نعطي المختصر ونخلي هو اللي يعاود لينا قصته حياته كيفاش كيعاني، خصوصا انه عنده اعاقه وعنده تريبورتور، وكيقول لك دابا انه ما بقاش قاد على الخدمه، هو مزوج وعنده بنيته وكيعاني واحد المعاناه حقيقيه. غنخليو هذا الشخص يعاود لينا كيفاش عايش وحياته. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم ديالك وفين ساكن؟ عبد العزيز بن الهيداني، ساكن في وارشلو الغنام سيدي مومن دار. انا بغيتك تعاود ليا حياتك كامله، يعني تعاود ليا على الظروف اللي انت كتعيش، خصوصا قلت لي انا كمزوج عندك اعاقه دابا عندك تريبورتور ما بقيتيش قاد. انا بغيتك تعاود ليا معاناتك، تعاود ليا بزاف د الحوايج. حياتي كامله من البدايه شويه صعيبه، نختصر لك من اللي مزوج. يعني مزوج يعني واحد حاول ترفع صوتك. قال لي دير شي ميطير يعني باش ان شاء الله تعالى مسكين شرا ليا طيب زيد خير هذا المطر قلت لي غير الدول. ويعني دوزت دابا تقريبا حوالي 15 سنة وانا اعاني من هذا العذاب. يعني باش يوم انسان معاق وغادي يدخل للعبارة الى الغالب معاناة حقيقية. صافي عبد العزيز رجع باش ترتاح واش كمل لينا. كيف ما كتشوفوا متابعي قناتو كيلقى واحد الصعوبه كبيره فاش كيبغي يطلع او فاش كيبغي. ها كمل لينا عبد العزيز. يعني كنحب الموضوع واحد المره كان حساس وعندنا تما فين كنسكن يعني طريق غير معبده. يعني بعض المرات يعني معاناة حقيقية. أنا صراحة قاومت السنة الأولى الثانية الثالثة يعني 11 سنة راه صعيب وما كاينش اللي كيعطيك حتى خبزة في النهار. يعني خاصني يعني وليت عند مسؤولية كبيرة الله سبحانه وتعالى هو اللي معايا زعما كيفاش كنسوق هذا الموتور وكنعمرو بالناس. ورغم أن هذا الخدمة اللي كندير أنايا راها غير قانونية لا تحميل راها غير قانونية يعني كن رغم ذلك ما يمكنليش انا غادي نبدلها بشي حاجة اخرى. كنقول اللهم هكا بالموتور يعني كنحاول واخا انا يشوفني اي واحد من المجتمع المدني او الناس اللي سيني نقدر نخدم شي خدمه. انا راه الحمد لله عندي مستوى بكالوريا راه نخدم نخدم في بلاصه بلاكيس بحال هكا نخدم في شي اي حاجه. الزوجه ديالك كتعاونك يعني حتى هي لكن عندها اش غنقول لك الانسان سبحان الله
يضع في قوة أضعف خلقه، يعني القوة سبحان الله العظيم وفقهم. ما درتش لها العرس وداك الشيء دارت الشعير في قريب، ولكن ما كرهتش نبيلة شي هديه كبيره، الهديه ديالي كبيره هي اللي تهلا فيها ونحسن بها ونخدم هنا كنقرا للناس المحسنين كنقرا لهم انا عايش اول شيء قبل ما اصطاد ونريح ونحيد ونقرا ندير شي مشروع ولا شي حاجه وغتقيني عذاب هذا وأناشد جلالة الملك الله مصر الله يطول في عمره الله يشافيه ويعافيه أنا من الناس اللي ما بحاول وأنا بزاف وما استفدت من والو ما استفدت من حتى شي حاجة الاستفادة الوحيدة اللي عندي هي ديك البنية اللي عندي قريبة الله يحفظها والله يحفظ جميع بلدة المسلمين كافة أجمعين وبالمناسبة ذكرى الملك النبوي أتمنى الشعب المغربي والشعب العربي الإسلامي قائمة إن شاء الله أن يجعل أمتنا أمة محفوظة بما أخذ من الذكر الحكيم وأن يرفع عنا وعنكم هذا البلاء إن شاء الله تعالى أنتم في القلوب ديالكم وأنا راني عيش في هذا الشيء أنا كنقرا شحال الرقم ديالك عبد العزيز؟ 26 19 19 19 19. متابعي قناة شوف تبي اللي بغى يتواصل مع عبد العزيز وبغى يتعاون معاه كيف ما سمعتوا الظروف ديالو جد قاسية، عنده إعاقة ما بقاش قادر على التريبورتور، عنده بنية الله يخليها ليه الله يخليها لك، يعني ظروف جد قاسية، فاللي بغى يتعاون معاه كنتمناو من القلوب الرحيمة كنتمناو من المحسنين أنهم يتعاونوا معاه. الرقم ديالو هو 06 63 26 19 05. غنعاودها تفضل عبد العزيز. تفضل عبد العزيز. الكلام كما رأيت على فمي لا ولولا حب محمد لولا حب محمد لم أتكلم. أولد الهدى فم الزمان تبسم وثناء يا من له وما يتعشق الكرماء زانتك في الخلق العظيم زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. ذكرى مولد نبوي الشريف. تبارك الله عليك عبد العزيز. ربع سنين ورزقنا. تبارك الله عليك عبد العزيز. زوينه ملكنا زوين. ان شاء الله يكون خير وكنتمناو من المحسن انهم يعاونوك ان شاء الله باذن الله يا رب.